أولا نتقدم بالشكر والامتنان لجمهورية الجزائر على تنظيم هذا الحدث، ونشكرهم على كرم الضيافة وحسن التنظيم. وحقيقة يأتي انعقاد هذا المؤتمر في ظل ظروف غاية في التعقيد، إن كانت على الصعيد الداخلي الفلسطيني وما يشهده أبناء شعبنا من تضحيات ومن مجازر وحرب إبادة جماعية حقيقية تتم في قطاع غزة بشكل متواصل وبشكل يومي، وما يشهده العالم من هذه التغيرات المهمة، وخاصة ما حصل في مجلس الأمن عندما استطاعت مجموعة دول العالم بقيادة الجزائر من الوصول إلى 12 صوت في مجلس الأمن مقابل امتناع عضوين باستخدام حق النقد الفيتو من قبل الولايات المتحدة في موضوع الاعتراف بدولة فلسطين. هذا أيضا من المؤشرات الإيجابية في التقدم نحو إيجاد حل لهذا الصراع، وأيضا ما شاهدناه في مجلس الجمعية العمومية وما يشهده العالم أيضا من تداعيات قرار محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية في هذا السياق، وبالربط ما بين الداخل والخارج ومع أشقائنا العرب، نرى أن تضافر كل الجهود العربية خاصة التي تحمل القضية الفلسطينية قضية مركزية وأولى لشعوبها ولدولها، نرى أن هذه الجهود يجب أن تتوج بشيء حقيقي نحو تحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية ووقف العدوان وإعطاء الشعب الفلسطيني كامل حقوقه بما فيها القدس عاصمة لدولته المستقلة. صدقا كان هناك شعور مختلف في اللحظات الأولى التي وطأت قدمي أرض الجزائر، شعرت بعظمة هذا البلد وبعبق رائحة الشهداء في ترابه، فهذا قد يكون من الأمور التي تجمع بلدينا، كون الجزائر بلد ناضل وقدم 1.5 مليون شهيد على مذبح حريته، الآن فلسطين تخوض نفس هذا النضال ونفس هذه الحروب، فبالتالي نحن اشتركنا في التاريخ ونتأمل ونرجو من الله أن نشترك أيضا في الحاضر والمستقبل ونحقق الحرية لشعبنا أسوة بما تم في الجزائر.